كانت بداية مع الناشئين والبراعم الصغيرين والأشبال يعني قعدت 15 سنة في مجال الناشئين، بشتغل ناشئين، وطلعت زي ما حضرتك ذكرت كده، طلعت ناشئين كتيرة من تحت ايدينا. هو كان في الأول خالص في بداية المركز أو في العشر سنين الأولى أو في الخمستاشر سنة الأولى ما كانش في مدربين في المركز غير العبد الله والحاج محمود، الحاج محمود عبد الملك اللي هو رئيس مجلس إدارة، ما كانش في مدربين غيرنا. يعني كنت بشتغل وهو كان بيتابعني أو كان بيبشرني أو كنت بتعلم منه بمعنى أصح يعني. فمشينا في مجال الناشئين، كان عندنا فرقة في الدرجة الثالثة ما صعدتش للتانية والأولى إلا لما طلعت الناشئين، لدرجة أن في سنة من السنين كنت ماسك فرقتين لأن قلة مدربين، ما فيش مدربين. سبب رجوعاتي بالسكر، يعني كان عندي سكر في سنة من السنين، وأنا اللي أهملت في نفسي. يعني كنت بمشي شوية خمس خطوات كنت بدوخ وعايز واقف شويه كده واريح وامشي واريح، ما عرفتش ان ده سكر غير في الاخر، غير لما حصل جرح في رجلي وجرح نزف وعمل دوشه ولحد اخر يوم قبل ما اعمل العمليه كنت شغال في مركز الشباب. شالوا لي صباعي في الاول وبعدين قعدوني حوالي 8 ايام في السرير يغيروا لي وبتاع والكلام ده، رجلي بقى ابتدت تشتغل. هما اهمال طبعا في جامعه المنيا. بعد 8 ايام طبعا رجلي ضربت، الغرغرينه ضربت في رجلي، وطلعت المدام للاستشاري كلمته وقال لها للاسف في بتر. انا قلت له انا حاسس ان في بتر بس خلصني من الالم اللي انا فيه، لان كانت الم ما كنتش بنام. انا على المعاش، ما فتش تمويل على المعاش. على المعاش معاشي حوالي 1250. الحالة الاجتماعية ان انا بجيب علاج في الشهر 750 جنيه. يعني لولا ربنا وربنا سبب له ان انا واهلي الخير برضو انهم ان احنا بنساعد برضو بنساعده في حكاية المشاوير وحكاية ده وده. يعني كان هيجيب منين؟ كان هيجيب منين 60,000 جنيه في اللي عملت البتر الاولانية؟ لولا انا كنت طالعة كان نهاية الخدمة، خدت مكافأة نهاية الخدمة وفلوس اجازات وده 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 وخدتهم، واضطرينا ان احنا نروح نعمله العملية. كان هيجيب منين 60,000 جنيه هو على 1200 جنيه بياخدها واكله وشربه وبيدفع نور 300 جنيه و 350 جنيه نور بس، بيدفع ميه 100 جنيه وبيدفع غاز. طب مفيش معاش حاجه، مفيش معاه حاجه من المعاش. ساعدوه باي وضع، ساعدوه لان ظروفه، اديكم شايفين ظروفه، ظروفه صعبه، ظروفه صعبه خالص ومفيش حاجه، مفيش حاجه. يعني ساعات احنا مش بنلقى نجيب العلاج، مش بنلقى نجيب العلاج. يعني لما بتصدف الظروف معانا ان المعاش مش بيخلص، معاشي انا ومعاش هو بيخلص، طب هنجيب علاج منين؟ إيه؟